5 6 7 8 هنا. ايه ما له دخل الرقم، هو قال احنا شغالين رقم 8 يا هنا في الزاويه، كنت انا هنا بعدين انقلت هنا بعدين هنا بعدين خلاص. يلا ايش تعالي 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 ما يهمك عشان نتوزع. طبعاً هذا مخدر في طيب. طب يلا يلا خلاص. هنا جني هنا جني. طيب ليه ثلاثة يلا. أنا دفي دف يا ميران. وأنا يلا حجر القص. حجر ورقة وقص. لا تسوي. أوف يا حجر ورقة وقص. قلتي هو قال. لا انا هنقص انا وراها. انا هنقص انا خلاص يلا. هنقص. تجي 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 حيكم يلا حيني شلونكم؟ زينين. شو اخباركم؟ زين الحلقه. انا جاي اليوم وداري ان في صداع، قايل هم جيبوا لي بنادول قبل ما اجي. شلون؟ شنو كذا؟ بعدين ليش تطلعين من البيت بدون سيدان انت؟ تطلعين بدون سيدان تخلين البيت وتروحين ليه؟ ليه؟ ما دقيتي ما قلتي ابوي نايم بقوم عشان البرنامج؟ ها؟ انت ما تصحى. شلون ما اصحى؟ صحيتك بالمدرسه. شو صحتي بالمدرسه؟ هتوديها. ومن قالك تروحين مع السواق انت؟ على كيفك انت؟ ها؟ خولة تقريبا. ايش خولة؟ ايش فيها خولة؟ ها؟ ايش في خولة؟ قلنا كلام وطلع صدق. شلون؟ قلنا كلام قلنا ان احنا رحنا مع السواق انا خولة لحالنا. بعدين طلع صدق. شفتون اني اعرف كل شيء انا؟ لو تشوفون. ها؟ انا اعرف ايش نقول. انت مين انت؟ ايش تبغين انت الحين؟ تعرفيني؟ ايش نقول اسمع؟ في مفاجأة رفيف قصدك تعرفها نفس ميرال. شفت الصورة اللي وردتكم اياها؟ ايه انا عارف ايش تقولون، تقولون اسمع تقولون بناخذ الوان وكتاب تلوين صح ولا اللي شو نقول يعني شو نقول باذن بعض؟ واذا ركبنا في الطيارة اقول عارف عارف قلتوا كذا صح ولا لا؟ أيوة. كيف حالكم؟ طيبين. زمان ما جمعناكم مع بعض في صغار استاذ، اليوم جايين كلكم مع بعض عشان اخر حلقه نسولف وياكم ندردش وياكم سواليف. ها كيف كان البرنامج؟ مو الحين قلت انا رنت احنا نسولف الحين صح؟ ايه يمكن قالوا له بالله ايوه وجه وقتها استاذ الحين وجه وقت الجوده استاذ مو بالحين شوي بالضحك مستعجلة هي مستعجلة استاذ احنا رحنا بطيارة بجيب معنا صح دكتور تلوين بجيب معنا ايش اهم شيء حاجة انا بجيب معي دكتور طيب يلا سريع لا ونجيب عيلك عشان اذنك طيب بسألكم يا بنات سؤال بس يعني احنا اليوم اخر حلقة لنا في صغار ستار كل واحدة فيكم جت وعاشت في صغار ستار ايش الجو اللي عشتوه في صغار ستار يلا اول شيء انا عشت ايام كذا يعني حلوه بالدور طلعنا كنا دائما كذا نسولف مع بعض
كل مرة يعني مثلا مرة يعني حلقات يعني يعني عشنا فيها أيامنا وانبسطنا. إيه. والآن نفترق. يلا أنت يا فراس قولي. عشت فيها أشياء يعني عيشة طفولية وكنا نتهاوش وكذا فلة ونلعب ويعني نفسي إنه إذا يعني جينا برنامج ما نطلع منه عشان ما أبكي. يا سلام. أحس إنه إذا يعني خلصنا مثلاً الحين هذا صغار ستار أحس إنه خلص بنفترق للأبد. دائما تجمعون يعني روتانا جمعتكم. إيه. مع صغار ستار. إيوه عرفتنا على ناس أكثر. يا سلام. وأنت يا تولين. عشنا أيام جميلة. ما قلنا قصيدة ترى. عشنا أيام جميلة وأدبنا المكان وكنا نلعب. متونسين. ليش بس توني؟ يلا. وكنا نلعب وكنا نطبخ وكنا. وأنت جالسة. وكنا نقعد. وكنا نسولف وكنا نرقص على الأناشيد ومضاربات ومضاربات لما قلبت دوري حبيبي انا دوري استاذ فهد اللي كل سنين يقول ابي بنادول ياكل اظافرها ولا يقول اليوم اخذت راحتكم في اللبس ما حد يقول لكم وش لبستي وش ما لبستي وشلون يلا يا تمارا قولي تمارا ودت ها احنا طلعت هي كل حاجه خلاص كل معنا هي خلاص لا 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 وانت يا خوله يعني عشنا يعني حلوه وحاب اشكر تفاعل حلاله يعطيك العافيه وانت يا رفيف على خلاص. يا رفيق. مو الحين مهابين مو بالحين متحمسين بالحين مو بالحين. اعطيني يلا يا ميرال. يلا ميرال وشلون شو استفدتي من؟ صراحة كانت أيام حلوة وكنت أتهاوش مع راند وكنا قاعدين نشوت بعض. حلو. كانت مرة أيام جميلة. إيه. وكنا أنا ورفيف نتهاوش ونضرب وكنا أنا وخولة كل مرة متزعلين. فلا جمعنا صغار ستار وعلمنا على الناس وكذا علمنا على الناس اللي انا ما اعرفهم علمنا على الكوميش ميديا ما ادري يسمونه علمنا على شوف انا تعلمت على هذا طيب بسالكم سؤال اول يوم حق البيت بوكس قصدكم طيب بسالكم سؤال اول ما طلعتوا اول ما طلعتوا في روتانا ها شافوكم الناس صح ايوه ايش قالوا لكم قالوا ما شاء الله يلا بالدور يلا صراحه يعني قالوا لي انت عندك وتعرفنا على بعض وصرنا صديقات وكانوا كذا يقولوا لي بعد البرنامج إيه لو سمحتي بنتي بس اصور مع بنتي صوره واحده ما بس صوره ثانيه احذفتها يعني بالغلط يعني قالوا شوط بالتصوير ها بس يعني احط فلتر يعني نسيت لا طلع فلتر مو حلو لا يعني لا طلع فلتر واحد يجي لا ثانيه يوم كامل ويقعد حلو طيب في شيء احنا دائما نسويه في صغار ستار اليوم الغريب انه مركبين مايك الميرال بالعاده ما يركبوا لك مايك لا اليوم قروا عشان اخر حلقه شلون؟ قلت عادي طيب عادي شلون عادي؟ ورفيف تقول اترك اختي لا اترك ولا مايك بعدين بسالك سؤال انتم ليش لابسين زي بعض وليش انتم طقمين زي بعض؟ اي صديق ترى انا وانت جالسه ميرال ما تعرف انت سالفتي جالسه ترى انا اللي توسطت الرفيف يقصون شعرها ايه؟ انت وسطت لها ايه؟ والله انت توسطت لها قصة على هذا لحظة الحين يعني انتم حسيت انكم انتم شلون حسيت انكم حزب انتم مو كلكم صديقات مع بعض؟ مو كلكم اخوات مع بعض؟ شوف ليش تبدا اليوم مع بعض؟ بعد استاذ زايد في ناس يحسبون ان انا وفي اخوات وراند اختي الكبيرة وفراد اختي الكبيرة جدتكم فراد وتولين جدتكم ام حجاج دقيقة وتولين وتالين يعني وسط
في أم تحمل 50؟ إيه في مش ما شاء الله في أكثر. إيه في بعد في واحدة ما أدري إيش فيها. طيب يلا خلينا نسمع شو ده من سنين. إيه تغير السالفة. غني لنا شيء كذا خلينا نغير الجو يلا. يلا يا سنين. بس تنشد. يلا قولي. يلا مسنها قديمات. يلا قولي. قديمات قديمات. يلا قولي. مين تنشد معي؟ أنت الحالة. لا لا على أبي. ما يصير. ما يصير نبغى لحالك حنا. الولد. لا ما يصير. نبغى لحالك. لا لا لحالك لحالك كلمي ابو لحالك يلا يلا مرة ذي لحالك وبعدين ما رد يلا ايش تبون يا طيب اي شيء تتغلط انت قولي اي شيء قولي خالتي امي وقولي ايش هو ده انا 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 ابغى ايش تبين يلا يا تولين ايش اي واحدة تقولي لي انت دائما وش هي عرفت احب البارحة ما هني حافظة ما انت حافظة فرات سمعين لا 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 قالت يلا يلا عشان بنخلص يا كلهم كل يوم انا 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 خلاص يلا بنشوف طب نيشو دخلت شوف انا ما بنشد واحده واحده عشان يسمعوني انا يلا انا ما ما تشدين يلا فرات سمعيني ما حد يعطيني فرات على فكره صوتها فرات صوتها حلو دعنا راح نتامل ونفكر دايما نسال تلينا يلا قولي يلا يا رب يلا اسمع نتامل ونفكر احنا الدنيا معنا والكل تابعنا احنا صغار ستار واحلانا واروعنا يلا يلا اسمعني واسمع احلام مني الحاد تغنيها وانت معنا تغني يلا يلا اسمعني واسمع احلام مني الحاد تغنيها وانت معنا تغني تحلى الدنيا معنا والكل تابعنا احنا صغار ستار محلانا مروانا حط الملح وحط الزيت شوية في الفلفل وحبيت هذي طبخة لازم تكمل أحلى من طبخة أنا نعني شو ده حط الملح وحط الزيت شوية في الفلفل وحبيت هذي طبخة لازم تكمل أحلى من طبخة البيت يا سلام عليك يلا هاي أنا بقول يلا طبعا شو ده من راسك يلا قولي شو ده من راسك يلا خلاص تقول شو ده بس تسكت عنها زين الحلقة الختامية الحمد لله يا رب كل الحمد لله الحمد لله يلا قولي يلا كل ما نكبرنا صغار ونصير احسن احسن كل ما نكبر نصغر اول مره اشوف واحد يكبر تصغر كل ما نكبر نصغر ونصير احسن احسن في الايام سؤال. اتحداك اتحداك يا ميرال تسولفي وانت جالسه اتحداك ما تدري يلا اتحداك تسولفين ها استاذ اليوم ليش ما حطيتي موضوع؟ ما في موضوع اليوم من اخر حلقه خلاص ايه تفضل يا تمار يلا يلا 20 ذا حلقة يلا ها لا خلاص احنا فصلنا الطبلون مفصول الطبلون ايوه ها انتم جايبيننا عشان انشد الحين ما يلا انشدي طيب يلا يختت مننا على صوتك خلاص يلا انشدي يلا طيب خلاص عرفتها يلا خلوها لا لا تقطعون حبل الافكار يلا امزح يعني اول ترى نبغى شيء وداعي كذا وش اسمه؟ لو علي اشفي جروحي بداي وانسى منك كل شيء وما بيك نسيتها خلاص ما بي قلبي شوي لو علي اشفي قولي امي يا غلا الدنيا طيب قلوب الكبار ما عمي يلا قولي قولي طيب اللي عندي بس هذه شوق اللي حفظتها يلا سمعني يا شوق يلا شوق قلبي كبير عاشق كثير ما يا خير الشوق هوا عجز هوا يا مش هزين اياها خلتني انا اظن عشان يقول الكلمات اللي تسويها طيب يلا تمارا يلا يا تمارا اشكالهم تجذب ولسانهم يكذب البحر طعمه ملح
يقول لي طعم امر يا ويلي في الشتا خاناني. سكينا، ليش خانوك؟ مد اوف في الشتا، احنا خلص الشتا عندنا. حلوه يلا قولي. ألف أدعية على طول. طيب أنت يا بقول شيء. يلا قولي. أنا أحب أختار ستار وأشكر أستاذ فهد وأروى وحنين ومنى. أشكرهم عشان أشكرهم لأني أحبهم. يلا يا تهاني. أشكرهم أستاذ أروى وأستاذ فهد المخرج. المهم واشكر جميع المصورين. ابو سعود احنا بشكر ابو سعود واشكر منى واشكر حنين اشكر منى وحنين والبالونه. طيب خلوا الشكر هذا كله بعدين. دقيقه بسالكم سؤال، بسالكم سؤال، ايش ودكم الحين؟ احنا صغار ستار يوم اخر حلقه، ايش كان ودكم يوم من الايام في صغار ستار ما تبونه يصير مثلا؟ ايش؟ خلينا نشوف تعبيراتكم. يلا قولي. نجيب ايباداتنا فيه نلعب كذا بالكمبيوتر. حلو، وانت يا مفرات؟ يعني نلعب ما نقعد ولا نسولف ولا شيء، كذا على طول نلعب. ايه تلعبين على طول؟ لا نروح نفاصل. طيب مسابقات كذا للاباء، كذا ابائنا يلعبون مسابقات. ارمي عندنا، ارمي عندنا، ارمي يلا. وداد ايه؟ رمي فيك. طيب يلا يعطيك العافيه. خلينا نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وياك. خلاص حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. احنا اليوم نرحب في وداد الذيبه، وداد يعطيها العافيه. ما ادري يقولون ذيبه صح ولا وداد وداد وعفاف دائما ما شاء الله تبارك الرحمن هم خادمين لنا في عفاف العتيبي وداد صالح وكمان يعني اللي موجودين معنا في الكنترول الحين يتابعون. الشكر كله انا بشكر طبعا في قبل ما نختم، بس عشان ما تصير الحلقه كلها شكر الا في النهايه نخلي كذا عشان ما انسى اللي من نشكر اليوم معانا. بس نشوف وش اللي ودكم كان يصير. يلا ودي زي رند تجيب عباداتنا لبود. زي رند انت؟ اي زي رند تقول تقول تدري عبادي صح هنا بعد؟ ايوه. وانت؟ انا وانت يا خوله؟ اتمنى اجيب سرير هنا واجيب كل العاب هنا واجيب كل شيء هنا. حلو، وش بتقول؟ ايش ودك شيء كان في صغار صار ودك يصير؟ واحدة يا بنات نسوي الحلقة ونجيب أي شيء نبغاه، نجي صغار ستار، نجيب بجاماتنا عادي أي شيء. أي والله نجيب ملابسنا، حطينا غرفتنا، نجي هنا نتسدح ونجيب معاه سرير ونسوي نتسدح ونتسبح. نجي واحدة حاطة شباك وكذا بجيكم واحدة واحدة ما يسمعون. بجيكم زي كذا حاط، ومثلا كذا مكان نسوي فيه سينما مثلا ايام كل ايام كذا محدد، مثلا كل يوم خميس سينما او كل يوم هذا جلسة رايقة، كل يوم هذا جلسة كذا. يعطيك العافية. وانت يا رفيف؟ ميرال. ها؟ ميرال. ميرال يلا قولي. انا ميرال. انا ودي دقيقة، انا ودي ان بس نجيب سينما ونشغل ونسدح وننام هنا ونقوم يا صباح الله خير، يلا يلا صور بسرعة بروح انام تصوير سما، لكن تكون كل هذه غربتنا. ابشرك وصراحة اللي يدخل علينا بدون طق الباب اجدده. اي صفه يحطها. طيب بقول شيء، بقول شيء ميرال. الجميل في الموضوع انه ميرال دخلت بدون اسنان وطلعت باسنان الحين، اوري اسنانك. على فكره اول حلقه ميرال ما كان فيها اسنان، ضروسها كانت نازله يعني مش موجوده، والحين طالع ضروسك صح؟ والحين انا لسه قاعد يطلع. يطلع. هاي يا فراس. انا قاعد يطلع. اتمنى كان شيء هنا يكون. وشو؟ هو اللي يعني نجيب عيال خواننا بزران اطفال كذا. والله ودي نجيب او نجيب حيواناتنا. انا ودي اجيب انسان. نجيب 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 حيواناتنا المفضله. زي؟ لا والثالث نجيب معلومات. معلومات؟ زي ايش؟ مثلا معلومات عن اغرب حيوان، اغرب انسان، اهم شيء اغرب انسان. في اغرب انسان؟ مين اغرب؟ يعني زي ايش اغرب انسان؟ مثلا الحين مثلا 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 نقول انت جالسه يا حبيبتي ما اعرف مثلا ان اطول واحد ما اعرف وين لازم يسوي. مثلا انا عندي
مثلا الحين احنا نسوي رجل آلي، اوكي؟ العين انت، والخشم رند، والفم انا، والاذن انت، واليد انت، والجسم انت، وال انا الجسم، وانت شعر، وانت مدري وش، وكذا نصير رجل، اغلب رجل في العالم. والخدود بعدين؟ والخدود اعطينا تولين. ويلا قولي مرا. انا ودي ان نجيب هالدوبه، هالدوبه الصغيره على تحول كشيء، طيحه طيحه تقول الدد، يقول تكونون رجعوها، والله تجنن هالدوبه، ونجيب رتوله وتنوله وحذامي مفروحه باقي تنوره. ايوه من بعد ترى تسميك شو اسمك؟ شو اسمك؟ تموره، تمر، تمر. انا يا ريت عندي ثلاث بزرع، خلاص ابش اي بزرع احمد اسمه نور، واحد اسمه عبد الله، واحد اسمه عمر. بس طيب بقول شيء، بقول لكم شيء، الحين انتم خلصتوا صغار ستار، شو بتسوون في الاجازه في رمضان؟ يلا كلكم روح بس. بس من جنبي وابوي راح اخذ ماهر وعساف، ونقدر اياهم نسافر بس بحالنا. وش ذا الفن؟ ماهر وعساف، وشفت الحليب الساخن يسميه كوفي، يقول انا عندي كوفي. يقول لك كمون وباخذ معي واحده واحده بس نقضي، يعني نص، يعني مثلا بالمغرب على كذا، يعني كذا مثلا عاش الجو ده بالمغرب. اي ايوه انا اخر حلقه من حلقات صغر شوفي ايوه كلها سافرت، جيب لي الدوبه المسكينه اللي ما سافرت ولا دوله صغيره، اشيلها كذا ورمت شيء اقول الدوبه ترى ما نشغل، انت تزعين الحساب. دادا 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 طيب اجيب تنوره. تشتاقون لصغار ستار؟ تنوره قالت بلا تنوره، قالت مريم. طيب تشتاقون لصغار ستار يا بنات؟ اي طبعا. ها؟ كثير ولا شوي؟ تسلكون لي انتم ولا تسلكون؟ لا والله. ها؟ ايش اكثر شيء؟ لو اني الحين ما طلعت في التلفزيون. شلون؟ اقول لولاك من بعد الله لو اني الحين ما طلعت في التلفزيون. ايه طيب بسالكم سؤال. انا صرت مشهوره. بقول لكم على حاجه يا جماعه الخير، بقول لكم شيء الحين، ال شو اسمه؟ في شيء فاقدينه اليوم احنا. ايوه انا. وشو؟ الفطاير اللي من اول ما بدينا الموسم، ابشركم اليوم ما في فطاير. ليه؟ ما في فطاير، من اول الموسم كانت في فطاير، تذكرون هذيك الفطاير اللي دائما نشوفها هنا؟ ايه. اليوم ما في، جبنا بدالها طرطه. طرطه؟ طرطه. طرطه هلاليه. طرطه هلاليه. ما مو اليوم خلاص طرفة مو الحين. جيبها هي في العربية بتحتاج معانا. موسم ثاني، موسم ثاني. ابي صار اللال. في شيء. شيء لابسه وانت ما قلت. اجلسوا يا بنات اجلسوا بس ها. في شيء لابسه وانت ما قلت. ايش؟ انا ماني موجودة. وابداع حربك مصاحبة. هذا اقول لك. طيب بس. ايه. والبحر يطعم. شلون؟ البحر يطعم. الله يرحمك. الله يرحمك. ايه والله اني حرمت. شلون؟ لا يا تولين بنات 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 صح سميت على اسمهم. انت ما قد انجلته صح؟ لا تفات كاس ما قد في اخر حلقه قلبت عينك الحين اجلدكم. سفات بكم شيء، سفات بكم شيء. ها؟ امي كانت ما كانت تسميني خاول. ليش؟ امي كانت سميتني خاول عشان سبب شيء واحد. وش السبب؟ كان في بنت نصها في رابع كنت انا ببطن امي. كان اسمها خولة، كانت تقول لأمي اللي بطنك بنت ولا قالت لي مفاجأة، قالت له كانت بنت تسميها خولة، أمي كانت تقولها قاعدة تقولها إيه طيب. وش اسمها؟ ويوم من الأيام جت جاي رحنا عاد نزحمية، هذا شيء يعني يقدر زحمية حقتكم لندن. إيه لندن ها تروح المجمعة وزدير تقول رايحة والله لندن. جميل تروح جميل قصدي. ايوه وش اسمه؟ يوم رحنا في ذاك قال الخبر انها البنت في ذاك امي زعلت عليها وما ادري ايش تسوي لها وسمتني اسم خوله، ولا كانت امي كان بتسمي لي كانت تسمي اسم شموخ. حلو شموخ.
اسوان عشان تعطيني بس مساحة بيتكلم. ايش؟ طلع غلط على اللي قلت لكم اياه. اوف. لا ما اكل مرة. يعني انت سموك خولة على بنت الجيران؟ ايوه كذا سموك عزلة. عزلة. طيب وانت تروحي تعطيني شلون؟ لا مو انا معي انا ادعي لبط ما احاكي قصتي. ايش معنى اقول واحدة من مدرستي اسمها غزية. غزية. صدقني والله. واختها فاضي. اختي مدى كبيرة. ايش فيها؟ سمتني ميرال. ايش معنى ميرال؟ معناته الغزال الصغير. انا خولة معناها غزال بس ما ادري الغزال ايش. لا انت الغزال الكبير وهي غزال الصغير. انت كبيرة المهابيل وهي صغيرة المهابيل. انا اسم يعني اسم تركي. اه انت صغيرة المهابيل. اسمك يلا 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 انا قطه من تركين ومشوف كذا والله عشان تركي. لا مش تركي انت ايش كنك انت؟ كنك دروزيا. لا 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 يا بنات واحدة تسولف مع جنب. احنا عندنا في فصل اسمها نوره وريني ها؟ من استراليا. من استراليا. حلو. مو من السعودية. من استراليا. 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 خلينا نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل موضوع استراليا. حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. طبعا اليوم احنا في صغار ستار وهذه الحلقه الختاميه في صغار ستار ونهايه الموسم اللي احنا بدينا اليوم مع روتانا خليجيه او بدينا في روتانا خليجيه في اول فقرات اللي كانت بصغار ستار في اولى الموسم لصغار ستار. كل الشكر طبعا لجميع فريق العمل يعطيهم العافيه اللي ساندوا هالبرنامج واللي وجهه واللي ساعده واللي كل من عمل في البرنامج. امانه اليوم لما بتكلم عن صغار ستار وبتكلم على روتانا بشكل عام يعني لما تيجي هنا في هذا طبعا تعبير يعني شيء في داخلي ودي اقوله فابغاكم تسمعون بس. فاليوم احنا لما نتكلم في صغار ستار او في روتانا بشكل عام الكل متعاون مع بعض. يعني اليوم لما نجي كجهه اعلاميه والواحد يتشرف انه يعمل فيها امانه الكل يعمل مع بعض يعني شغل جماعي. في صغار ستار قاعد اشوف ما شاء الله تبارك الرحمن يمكن المصورين المخرجين ما شاء الله ثلاثة مخرجين وأربعة مخرجين مصورين يساعدون بعض حتى في الكنترول ما شاء الله يعني في روح جميلة يعني في البرنامج. فاليوم صغار ستار أنطلق في روتانا وكان الحمد لله اللهم لك الحمد يعني إن شاء الله قدمنا شيء يعجبكم بإذن الله. واليوم هذه الحلقة ختامية لصغار ستار شكرا لجميع من قدم. بتكلم عن يعني الناس اللي قاعد تعمل في صغار ستار في جهودها الواضحة أولهم يعطيهم العافية استاذة أروى اللي دائما ما شاء الله تبارك الرحمن هي نسميها احنا الدينامو ما شاء الله تبارك الرحمن لصغار ستار. شكرا كمان للاستاذة منى الشهري يعطيها العافية. كمان الاستاذة منى الشهري من الاسماء اللي دعمت كمان البرنامج في صغار ستار ونختمها ما شاء الله بحنين الاستاذة حنين يعطيها العافية اللي كمان لها جهودها واضحة في البرنامج ولمساتهم. جروب جميلين جروب متكامل. طبعا في التنسيق اللي كان معانا فعلا يعني أمانة والمجهولة أو الجندي المجهول اللي يعمل في التنسيق وفي حضور البنات ويتعب في تنسيق البنات ومتى يجون وإلى آخره واللي فتح مجال أكثر لجميع اللي يشاركون. تتواصل معهم عن طريق الانستغرام تتواصل معهم عن طريق السوشيال ميديا تبحث عن الناس اللي حابين يشاركون. فتحت مجال طبعا بتوجيهات أكيد من روتانا اللي هي الأستاذة نورة يعطيها العافية. شكرا. ايه كمان الشكر يعني بعد الله اللي كمان اللي دائما معانا في صغار ستار في كواليسه واللي يصور دائما الاستاذ عبد الله تميمي وبرضه المصور الجميل ابراهيم اليوسف يعطيه العافيه. خلينا نشكر كمان لحظه شوي. طيب انتم تبون قلطين معي قلطين معي ما لكم علاقه لو سمحتوا. واللي كمان يعني دائما معانا في خلينا نقول سبرنت من الاستديو لغرفه الامهات يجهز البنات وذا الاستاذ صالح يعطيه العافيه صالح العتيبي. شكرا لجميع فريق العمل اللي يعملون هنا في صغار ستار للمصورين. شكرا لكل من اخرج معانا فهد الشيباني محمد المسعودي علي المالكي فيصل العنزي يعطيه العافية حكيم مين؟
حكيم حكيم السالم. شكرا كمان للاستاذ اللي امانه يعني يستحق الشكر، الاستاذ تركي الشبانه، يعطيه العافيه. الاستاذ تركي الشبانه طبعا هو اللي فتح المجال لكم انتم الصغار الحلوين اللي تابعونا اليوم لبرامج الاطفال، واحنا لما اشتغلنا معاه في اول لقاء قال انا ابغى صغار ستار يوصل لجميع البيوت، وابغى صغار ستار للاستاذ تركي الشبانه يقول انا ابغى صغار ستار يوصل لجميع البيوت، وابغى كل العوائل السعوديين اللي عندهم مواهب والاطفال اللي عندهم مواهب يا فهد تجيبونها عندكم في البرنامج. فالشكر للاستاذ تركي يعطيه العافيه على اتاحه الفرصه لجميع من يشارك، يعني لجميع ابناء يعني والبنات والمبدعين والموهوبين، وبتوجيهاته دائما متابع يعني معانا يعطيه العافيه ومتواصل معانا بكل نقطه موجوده. شكرا لفرقه امواج يعطيكم العافيه، ما قصرتوا وما قصرتوا. شكرا امانه لمجموعه روتانا، يعني امانه الواحد يفتخر انه يكون من ضمن هالكوكبة المميزة في روتانا خليجية أو في مجمع شبكة روتانا، يعطيهم العافية طبعا وللزملاء يعني حبايب قلبي المذيعين اللي تحملوا إزعاجنا، الأستاذ خالد العقيل والأستاذ تركي العجمة، أستاذ خالد العقيلي والأستاذ تركي العجمة والأستاذ يعني حقين سيدتي اللي كانوا دائما يطلعون ويدخل حنا ونسوي لهم شوية إزعاج. شكرا للي احنا يعني نقول لجميع اللي فتح لنا كمان، خلينا نتكلم الجهات الحكوميه والجهات الخاصه اللي سوت لنا دعوات انه احنا نغطي لهم بعض الفعاليات اللي خاصه فيهم. يعني اليوم لما بتكلم عن الشكر امانه انا ودي اشكر كل اللي موجودين هنا، كل اللي موجودين كلهم اسواهم، بهجت صاحبك رين اللي دائما معانا في الموضوع يعطيه العافيه، ذكرني باسمائهم بس يا ربي سامحك، يا ربي سامحك و يعطيكم العافية. اليوم أمانة يعني شوية يا شوية يا ميران، طبعا اليوم أحب أقول لكم إيه، أحب أقول لكم إيه، أحب أقول لكم اليوم يا بنات إنه الحلقة اليوم إذا تعطوني بس المؤثر، الحلقة اليوم خلاص صغار ستار أنتم آخر موسم معانا فيه، قدمتوا شيء مناسب وجميل، حنفقدكم كثير، بتوحشونا كثير، لأنه ودنا صراحة نكمل في البرنامج، لكن اليوم خلاص حنختم الحلقه في نهايتها في تختيم اللي على قولتهم لو نسمع بس الخلفيه، انا مجهز لكم خلفيه سمعوني خلفيه. فاليوم يعني انتم خليني بتكلم يا ميران طيب. فاليوم احنا لما نقول لكل بدايه حتكون نهايه صح، انتم ما قصرتوا ابدعتوا وتالقتوا، اليوم احنا جبناكم في اخر حلقه لانه انتم بديتوا معانا وممكن اكثر ناس طلعتوا معانا في صغار ستار وقدمتوا حاجه مناسبه وجميله، اليوم احنا نودعكم في صغار ستار وهذه اخر حلقه. نتمنى صراحه يعني انا صراحه مره حزين انه صغار ستار خلاص حيوقف، يعني كان ودنا خلاص حيوقف، هو هذا الموضوع، هذه اخر حلقه خلاص، احنا بنستقبل رمضان ان شاء الله، يا رب انهم يشغلوا لي الصوت، يا رب انه يشغلوا لي الصوت الخلفيه، لا 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 عشان نسمع نعيش نعيش الجو، شغل من بدري يعني المفروض ايه على على صوت ها في احد مين ها انت بس انا ما شوف اليوم انا لما بتكلم انا اليوم معاكم بالعكس، وانا افرح لما انتم تشاركون، افرح لما انتم تطلعون، افرح لما المواهب اللي جو معانا في صغار ستار كلهم يشاركون، فالشكر لكم انتم، حتى الشكر لجميع الفرق اللي شاركت معانا، لجميع الامهات، لجميع الاباء وامهات البنات اللي دائما معانا، والامهات والاباء اللي جو معانا وشاركوا معانا وتحملوا الانتظار وتحملوا الغثة وتحملوا وعلى قولتهم يعني الشيء اللي كان يصير. فاليوم احنا نودع صغار ستار ونقول ان شاء الله انه قدمنا حاجه تنال على اعجاب الجميع، ان شاء الله في موسم ثاني ان شاء الله بس يكون بيننا احلى اتصال. فراح يكون ان شاء الله في الموسم القادم نكون نتمنى دموع الفراق صعبه عليهم البنات اليوم، ان شاء الله انه يعني ايش فيكم يا بنات؟ ها؟ خش الجو هم ما في ترى صوت ما في صوت قاعد تبكي؟ المخرج قاعد يبكي يا بنات ايش فيكم؟ ها؟ لهالدرجه قل لهم يمكن تروح لهالدرجه يعني حزينين على الفراق البرنامج؟ طيب
طيب في موسم ثاني يا بنات بنات. لحظة لحظة لحظة. رند رند خلاص في موسم ثاني طيب. شكلك بروح الفاصل. بنات ما يصير خلينا نتكلم طيب بعدين ابكوا. واخري يدك يا خولة خلاص يا ميران. واخري يديكم. خلاص خلاص عطني كرتون مناديل. يا ميران خلاص يا فراد. فراد خلاص. المخرج جالس يعيط والكنترول كلهم جالسين يعيطون ترى. ساحك يحلك يا رن. خلنا نروح الفاصل نرجع لكم بعد الفاصل نكمل وياكم فاصل. ها يعطيكم العافية يا بنات. شكرا لكم ما قصرتوا. وصلنا احنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم ونقول لكم يعني سامحونا اذا احنا يعني اخطينا عليكم ولا اخطينا على الناس اللي موجودين معانا ولا فريق العمل ولا شيء. فاحنا اليوم دائما نقول في كل عمل او في كل مراحل العمل تكون يعني الحماس والابداع والتميز مع الكل. يعطيهم العافية. ما ادري ايش اقول صراحة لانه ضاعت كل الكلمات. نقول لكم ان شاء الله باذن الله نلقاكم في موسم جديد بإذن الله مع إبداعات جديدة ومع مواهب جديدة إن شاء الله. ومثل ما عودناكم في صغار ستار يتيح جميع المواهب لجميع المواهب المبدعين الفنانين اللي عندهم موهبة وعندهم إبداعات يتيح لهم الفرصة أن يشاركون معنا في صغار ستار. نقول لكم مع السلامة. إذا أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان وإذا أصبنا فمن الله. تقبلوا تحيات محدثكم فهد السعير. نلقاكم إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحين بس فريق العمل استاذنكم تجون معانا. ويلا يا بنات خلينا نقطع التورته. تورته يلا كلنا. واحد بسم الله.